المرأة المصرية خدت كل حقوقها، تعليم، ووصلت لبقيت نائبة في البرلمان، مهندسة، دكتورة، وزيرة. يعني المرأة المصرية في المجتمع المصري واخدة حقها وزيادة. تهيألي إن هي المفروض تاخد حقوق أكتر من كده. هي أخدت حقها لأن هي اتمثلت في مجلس النواب بنسبة عالية، وبقيت محافظ، وبقيت في عندنا 6 وزراء سيدات. المرأة المصرية ناقصها أول حاجة اهتمام بالتعليم، تاني حاجة الشغل. الشغل مهم جدا جدا للمرأة. ليه؟ الشغل في ذاتها في إنها مستقلة ماديا، مهما حصل أو مهما كانت الظروف أو مهما كان أيا كان نوع الشغل، المرأة المفروض شغلها ده ما تسيبهوش نهائي لأي سبب من الأسباب. لا، للأسف المرأة المصرية مهضوم حقوقها لأقصى درجة يعني، وده لأسباب كتيرة. يعني المرأة المصرية دلوقتي بتشتغل كل شيء، لدرجة في ناس بتشتغل يعني فترة واتنين وتلاتة عشان تقدر تقضي احتياجاتها يعني. لا، هي بص، المرأة المصرية دلوقتي بأمانة الله يعني فعلا واخدة كل حقوقها حاليا في الوقت الحالي. أعتقد يعني واخدة حقوق كتير من حقوقها. والله أنا ناقصة حاجات كتير جدا. يعني مثلا الست المصرية بتعمل كل حاجة، بتعمل، بتطبخ، وتودي العيال المدرسة، وتجيبهم من المدرسة. المفروض هو بقى يريحها، يعني يجيب لها واحدة مثلا هي اللي تودي العيال المدرسة وتطبخ وتعمل كل حاجة، وهو يجي لها قاعدة هي المفروض ما تعملش حاجة. المرأة المصرية هي المرأة الوحيدة على مستوى العالم التي حصلت على ما يقرب من 90% من حقها. نظرة المجتمع ليها هي أكتر حاجة مخليها مش واخدة حقها، زي مثلا نظرة المجتمع للمطلقة، مع إنها ممكن تكون استحملت كتير جدا 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 عشان يعني ما توصلش حاجة زي دي، بس بالتالي نظرة المجتمع بتخليها مش واخدة حقها. القرار نفسي اسحبه منها الخلع، ان العصمه تبقى في ايديها. بطل السواقه. بطل السواقه، عاملين مشاكل كتير في السواقه. اهم حاجه في لو انا في حقوق المراه هشوف طبعا اهم حاجه الاسره اللي هي فيها، اهم حاجه شغلها، اهم حاجه ان انا ما اخليش المراه زي بلاد بره كده. ما المراه برضو اي نعم بتشتغل وكل حاجه، بس مدينهم كل الحقوق. أول قرار يعني إذا كانت التعيينات تتم بالتلتين للشباب والتلت للسيدات للبنات. أول قرار إن أي امرأة مش بتشتغل لازم يطلع لها فلوس، سواء معاش من أهلها لو والدها متوفي أو أيا كان. أنا ما سيبش ست مصرية من غير فلوس في الشارع، هي مش فاهمة يعني مش عارفة هتجيب بكرة فلوس منين، فلازم يبقى في مرتب ثابت أو دخل ثابت ليها. إن هي يبقى معاها العصمة، إن هي تعمل كل حاجة. قبل ما أخد قرار لازم أعلم المرأة إزاي تثق في نفسها كفاية عشان تاخد قرار ده، بالتالي لما هي تبقى واثقة في نفسها مفيش حد هيقدر يرد عليها.